أسأله لماذا يوجه دعوة إلى السيد الزرفي لزيارة الفلوجة والأنبار، ولماذا يقدمون الولائم إلى السيد الزرفي؟ بمجرد ما أنت دعيت الزرفي إلى الأنبار، أي بمعنى انطيت رسالة بأن المكون السني داعم للزرفي، وإذا الآن ما تدعم الزرفي معناتها الصفقات اختلفت، واختلفتم على الوزارات واختلفتم على الصفقات. يا أخي نحن بحاجة إلى نظام سياسي يمتلك ذرة مبادئ. طيب. وذرة قيم وذرة أخلاق. دكتور. نحن نقول بأن الزرفي لم يأتي جزافا. طبعا. ولم يأتي من المريخ. طيب. جاء بترشيح من رئيس جمهورية. طيب. ورئيس جمهورية فاتح المحكمة الاتحادية. دكتور الدعوة، السيد الزرفي راح ليعقد لقاء مع السيد رئيس البرلمان في مقر إقامته بالفلوجة، فما أعتقد أنه وجهه له دعوة، أعتقد هو دعا نفسه للذهاب، فهاي النقطة أنا مو يعني لا 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 أبدا. أرجوك اسمع. نعم. اسمع، الزرفي لم يذهب بدون دعوة أبد، هذا أبجديات الحياة، اللي يروح بدون دعوة يشيلون بساط من جواه، هذا كله تنسيق وتليفونات وموبايلات. اسمع من عندي، كان بإمكانه سيد الحلبوسي أن يقول للزرفي أرجوك دعوتك الآن غير مرحب بها، أنت شخص الآن في موضع الاختبار، فأنا ما أريد أظهر بمظهر سياسي يثير بلبلة في البلد، أجل الزيارة مالتك بعد ما التكليف إن شاء الله، إذا عبرت أهلا وسهلا بك، وإذا ما عبرت أهلا وسهلا بك.